خلينا دلوقتي مشاهدينا ناخدكم جولة في معظم أو في أغلب دول وعواصم العالم اللي ابتدت بالفعل الانتخابات أو هتبتدي الانتخابات الرئاسية في خلال ساعات قليلة. أبرشية سيدني دعت المصريين في أستراليا للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وكان ليها دور كبير في تشجيع المصريين على الاصطفاف قدام السفارة. فعلا منا يعني التصويت بيكون على مدار 3 أيام زي ما قلنا، من 9 صباحا إلى 9 مساء. طبعا في فروق توقيت من دولة لأخرى، البدايات كانت من نيوزيلندا بتوقيت 10 مساء امبارح، مرورا باستراليا طبعا ودول شرق اسيا اليابان وكوريا. نروح زي ما قالت منا الى استراليا، ومعانا على الهواء الانبا دانيال اسقف ابرشيه سيدني واحد ابناء الجاليه المصريه في استراليا. بنصبح على حضرتك الانبا دانيال، وبدايه حابين نعرف توقيت عندكم دلوقتي الساعه كام، وازاي بدات العمليه الانتخابيه في سيدني. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مصر، وشكرا للاستضافة وربنا يبارك لكم. الساعة دلوقتي عندنا 4:37 دقيقة مساء، والعملية الانتخابية ماشيت حلوة جدا. ابتدت الساعة 9 صباحا النهاردة، وضعفي وأنا رحت بنفسي ومعايا الآباء الكهنة، وكل كاهن جاب اللي عنده البطاقة والباسبور المصري، وبنطلع بالقدسات من كنايسنا في سيدني، وحتى في اباء كهنه جو من ولايه كوينزلاند بالطياره عشان يدوا فوتنج. وبنعمه ربنا العدد النهارده كان حلو جدا، ونشكر ربنا الحمد لله. ما شاء الله، فكره تيسير الوصول المصريين لمكان الاقتراع او للسفاره المصريه وللقنصليه علشان يقدروا يدلوا باصواتهم، ده اعتقد انه ممكن يساهم بشده ان يبقى في اقبال جماهيري من المصريين انهم يقدروا يوصلوا، ما دام في كمان مساعدات في الوصول. ممكن، لانه هناك ما فيش باركينج للعربيات في مقر السفاره، صعب جدا. فقررنا الاباء الكهنه الاجلاء في كنايسهم يطلعوا اتوبيسات وياخذوا شعوبهم ويروحوا، والنهارده كان عدد حلو، بس بكره هيكون اكثر عشان النهارده شغل، بكره اجازه ويوم الاحد اجازه. وانا عايز اشكر سعاده القنصل العام محمد خليل، قنصل جمهوريه مصر في سيدني، والسفير المصري محمود زايد في كامبرا، ان هم على تواصل جيد معنا في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في سيدني. وعايز اقول حاجه حلوه تاني، ان هم بعتوا لنا خطابات من 31 اكتوبر بتفاصيل الانتخابات، وضعفي او انا بعت جواب لكل كهنه سيدني بتاريخ 28 نوفمبر عشان ما ينسوش الانتخابات. والخطاب ده كان اخذته كل البلاتفورم اوف ذا سوشيال ميديا ان ذا دايسيس اوف سيدني. طب أم دانيال، عايزين حضرتك كده تحكي لنا وتوصف لنا من يعني بداية ذهاب المصري أو تجربة حضرتك وصولا إلى القنصلية والإدلاء في صندوق الاقتراع، إيه الخطوات اللي بتتم؟ إيه اللي بيحصل بمجرد دخول المصري إلى مقر القنصلية؟ الإجراءات المتبعة إيه يا فندم حتى الإدلاء بصوته؟ طيب، الاجراءات بتبتدي قبل الوصول. نحن بنسافر بالعربيه ساعه، عشان نوصل القنصليه، لان هي في السيتي ونحن بره السيتي. السيتي متركزه في المباني كلها الاداريه، زي العاصمه الاداريه اللي بنشكر فخامه الرئيس السيسي اللي عملها. بس السيتي بتاعتنا هنا بعيده من الكنائس، ففي ناس ياخدوا القطر وناس ياخدوا الاتوبيس وعربيات، وبندخل نسلم على معالي السيد القنصل العام محمد خليل، وبعد كده بنطلع البطاقه المصريه، بنسجل الرقم القومي، بدونا ورقه جواز السفر او البطاقه، يعني جواز السفر او الرقم القومي، جواز السفر او البطاقه، يا بس المهم يكون الرقم القومي موجود. وبعد كده الورقه دي فيها اسماء 4 مرشحين، والمرشح بيختار واحد برايفتلي، يعني برايفتلي بشكل بخصوصيه، ما فيش اي نوع من انواع المتابعه. حضرتك بتختار ايه او اي نوع من انواع التوجيه؟ يس، يعني بيخلوا له لوحده كده ويدوا له قلم ويقولوا له رشح مرشح واحد، وبعد كده بنقرا من لجنه الميديا بتاعتنا اللي تابعة للكنيسه مع اللي رشحوا. اللجنه دي ممكن فيها لايف وفيها فيسبوك وكده، بحيث نشجع كل الشعب القبطي الارثوذكسي في ابرشيه سيدني وكنائس سيدني يحضر. يعني
أكيد. طيب أما دانيال، يعني إحنا بنقول إن الدعوة موجودة لكل المصريين، مش بس المقيمين في أستراليا، اللي موجودين لزيارة أقاربهم أو اللي موجودين في فرصة عمل، أيا كان الأمور ممكن تكون ميسرة. هل في توجيهات إزاي تقدروا تحافظوا على صوتكم في الانتخابات؟ يعني التفاصيل، ما تختاروش غير مرشح واحد، ما تكتبوش حاجة في الورقة، كل التفاصيل الصغيرة دي، هل في حد فهمها لكم قبل ما تبتدوا الاقتراع او قبل ما تبتدوا تدلوا بصوتكم؟ المسؤول العام في سيدني بعت لنا خطاب بالتفاصيل، ازاي نوصل وازاي ندخل وازاي نكتب وازاي نطلع، كل التفاصيل موجوده، ونحن تابعنا التفاصيل وارشادات يعني السفاره المصريه، وكل واحد فاهم بيدخل عامل ايه. طب ام دانيال، حضرتك قلت لنا ان النهارده اجازه، النهارده يوم عمل، فمتوقع حضرتك بكره يكون في اقبال اكثر كمان من النهارده من قبل الجاليه المصريه باستراليا. حابب اعرف من حضرتك اهميه المشاركه، يعني اهميه ان تشارك سياسيا في مثل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بتمثل ايه للمصريين في الخارج؟ لانه استشعار ان صوتي وانا في ابعد نقطه بعيده عن البلاد، احنا بنتكلم على استراليا في شرق العالم، يعني قادر اني اصنع فرق وقادر اني يكون ليا صوت حقيقي في هذه الانتخابات. اهميه المشاركه السياسيه في هذا الاستحقاق برايك ايه؟ سؤالك حلو يا استاذ رامي، انا هقول اجابته ثلاث نقاط. واحد، قداسه البابا تودروس قال لنا في كتاب كده اسمه البابا، خدمه للبابا لله والوطن، سنوات، قال لنا نحن بنحب كل ذره في تراب مصر، فكل المصريين هنا مسيحيين ومسلمين بيحبوا كل ذره في تراب مصر. فالاجابه الاولى الانتماء لمصر. صح نحن بعيد في سيدني ونيوزيلندا واستراليا، بس نحن بننتمي لتراب مصر ولنيل مصر ولهواء مصر. النقطه الثانيه، تواصل الاجيال، يعني الاجيال بتاعتنا اللي هنا دي لازم ترتبط بالاجيال اللي هي في مصر، لانه كل واحد فينا عنده قرايبه في مصر. يعني انا مولود اصلا في اسنا ابر ايجيبت، يعني ففي تواصل الاجيال. والنقطه الثالثه الاخيره اللي هي ممارسه حقنا الدستوري في صناعه القرار، يعني نحن من حقنا ننتخب، فلازم نمارس هذا الحق. اعتقد مصر الجديده من يعني من 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 الفتره الاخيره اللي احنا بنتكلم فيها، بقى فيها مكان لكل المصريين سواء جوه مصر او بره مصر. الخدمات اللي بتقدمها الدوله للمصريين اللي موجودين في الخارج، وكمان للجيل الثاني والثالث من المصريين اللي موجودين في الخارج، يمكن في بيوت واماكن واستثمارات كبيره موجوده للمصريين اللي موجودين في الخارج، ربط ولاد الجيل الثاني والثالث مع الداخل المصري، انتوا شايفينه بيحصل ازاي الانبا دانيال؟ هو الحقيقه السفاره المصريه بتربطنا بمصر في كل حاجه. يعني عايز اقول في مشكله بسيطه حصلت معانا بالنسبه للإلكشن، انه في بعض الكهنه عندهم شهاده ميلاد مصريه وفي الرقم القومي، بس ما طلعوش البطاقه نفسها. فانا النهارده قابلت السيد السفير محمد خليل وقلت له يا ريت تساعدنا، فقال يس ممكن، بس يجمعوا لنا 300 اسم او 500 ونحن نجيب لجنه خاصه من مصر عشان يطلعوا بطاقه الرقم القومي عشان يكون في الربط قوي. برضه في كان مشكله صغيره قابلتنا، انه عندنا 7 كنائس في ولايه كوينزلاند فيها حوالي 500 ل 600 اسره، عشان يجوا من كوينزلاند يعملوا فوتنج عايزين تذكره طيران، التذكره ب $200، فبيكون صعب. اللي بيقدر يجي هيجي، بس مش يكون عدد كبير. فانا برضو اقترحت لسعاده السفير انه لو ممكن يفتحوا قنصليه او ينتدبوا ناس يروحوا هناك عشان يطلعوا البطاقات الرقم القومي، ويكون في يعني في تواصل بين الاقباط المصريين الموجودين في استراليا مع الارض للأم مصر والكنيسة الأم في مصر. أكيد. كل الشكر ليك الأنبا دانيال، أسقف أبرشية سيدني، شكرا جزيلا لحضرتك.